خلينا نروح نشوف أهم ما كتب في السوشيال ميديا. طيب نبتدي بالفنان نبيل الحلفاوي، كتب على تويتر: دخلت منذ قليل على المنشنز، فوجئت بشبه مظاهرة في عشق الأهلي ودعمه تحتل صفحاته، بحيث بات من المستحيل إعادة نشر كل الكلام الراء الذي قرأته. عاش جمهور الأهلي عظيم، صانع تاريخه وبطولاته وانتصاراته وسر هيبته وقوته ومكانته. كتبت الفنانة ندى باسيوني المعروفة بأهلاويتها على صفحتها على تويتر: أنا عمري ما هقدر أنسى أي ذكرى كانت معاه، المحنة أخرها فرحة وبنتعلم الحياة في الشدة، أنا برضو ظهره، أنا ليه درع الأمان. كمان كتب الشاعر أيمن بهجة قمر على تويتر: أهلاوي ودمي حامي، هتكلم واسمعه، اختلفت الأسامي والأهلي في موقعه، بطولة إيه اللي ممكن يخسرها، توقعه هنعمل اللي ممكن وعلمنا هنرفعه، فتح عينك وفوق وبص على الفروق، الأهلي عالي فوق، أهلاوي ومهما يحصل للموت هشجعه، للموت هشجعه. يعني الراجل بصراحة كتب يعني شعر حلو جدا في النادي الأهلي، وده وقت ظهور الناس أو وقت مساندة كل الفنانين والشخصيات العامة وكمان الجماهير قبل أي حد إن هم يساندوا الفريق في فترة صعبة زي دي. نكمل مع احمد حجازي المحترف في ويست بروميتش البيون الانجليزي، احرز هدف امبارح وساهم في فوز فريقه على سوانزي سيتي بنتيجه 2-1 في دوري الدرجه الاولى، ونشر صوره بعد الماتش على انستغرام وكتب: ثلاث نقاط على الطريق، سعيد جدا بالهدف. نشر عمرو ورده صوره امبارح على تويتر من تدريبات فريقه باوك استعدادا لمباراه تشيلسي في الدوري الاوروبي النهارده، وكتب: جاهز لمباراه الغد. اما علي غزال فنشر صوره وفيديو على انستغرام من الاجازه اللي كان بيقضيها في اسوان، وكتب: اخر يوم في بلادي اسوان، بدايه زيارات استقبال وحب وجدعنه. تعالوا نشوف الفيديو. لعيب مميز على فكره علي غزال، واعتقد هو هيكون اضافه بالنسبه للمنتخب الوطني، خصوصا ان مستر اجيري بيعتمد عليه وبيضم المعسكرات خلال الفتره الاخيره. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. نشرت كمان نور الشربيني بطله السكواش صوره على تويتر اثناء تسلمها هي ومنتخب السيدات وسام الجمهوريه، وكتبت: الحمد لله حصولي منذ قليل على وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى، انا وفريق منتخب مصر للسيدات السكواش، شكرا مصر. وعالميا احتفل نادي برشلونه الاسباني النهارده بمرور 119 سنه على انشاء، ونشرت الصفحه الرسميه للمناسبه دي وكتبت: اليوم نحتفل بالذكرى ال 119 لتاسيس نادي برشلونه، 119 عاما من العمل الدؤوب، 119 عاما من الطموح، 119 عاما من القيم، 119 عاما من الجهد، 119 عاما من الشغف، اكثر من مجرد نادي. نشوف الفيديو. فريق كبير طبعا، فريق برشلونه الاسباني. يعني نكمل اخبارنا، وهاري كين طبعا نجم كبير جدا في توتنهام واحد النجوم الكبار بالنسبه للمنتخب الانجليزي، ونشر صوره على تويتر من ماتش فريقه مع انتر ميلان دوري ابطال اوروبا واللي انتهى بفوز سبيرز بنتيجه 1-0، وكتب: فوز كبير، نحن بحاجه لاداء اكبر، واحد من اجل تصدر المجموعه. ونشر إيريك لاميلا صورة على انستغرام من الماتش وكتب: أداء قوي من الفريق وما زلنا على قيد الحياة. كمان نشر دالي ألي لاعب توتنهام صورة على انستغرام من الماتش وكتب: هي دي روح الفريق. ونشر موسى صورة على تويتر من الماتش وكتب: فوز مهم جدا الليلة من أجل التأهل للجولة التالية، نشكركم على تلك الأجواء الرائعة. أما كارلو أنشلوتي مدرب نادي نابولي الإيطالي فنشر صورة على تويتر ستار بيلغراد في دوري الأبطال واللي انتهى بفوز نابولي بنتيجة 3-1، وكتب: عمل ممتاز من الفريق، أحسنتم. ونشر الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد فيديو على تويتر وهو بيربط لطفل رباط حذائه قبل انطلاق
مباراه موناكو بدوري الابطال واللي انتهت بفوز اتلتيكو مدريد بنتيجه 2-0. نشوف الفيديو. طيب نكمل اخبارنا ونيمار طبعا اللي قدم مباراه كبيره جدا جدا امبارح امام فريق ليفربول رغم ان الراجل ما كانش جاهز وكان عنده اصابه كده خفيفه في العضله الضمه. نشر نيمار صوره على انستغرام لاحتفاله بالهدف اللي احرز في ليفربول في المباراه اللي انتهت بفوز باريس سان جيرمان نتيجه 2-1 وكتب تهانينا للفريق يا لها من مباراه ويا لها من روح فخور جدا. نشر بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان صوره على انستغرام لاحتفال اللاعبين بعد الماتش وكتب انتصار صعب خطوة إلى الأمام لتعزيز هذا المشروع هذا الفريق هذه المجموعة هذا هو الدرس الأكبر بالنسبة لنا. كمان كافاني نشر صورة على انستغرام من الماتش وكتب خطوة جيدة للفريق الليلة لنستمر في الكفاح. أما صفحة في الجول على تويتر فنشرت صورة للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو من مدرجات مباراة باريس سان جيرمان وليفربول وكتبت ليوناردو دي كابريو كان حاضرا في ملعب بارك دي برانس لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول. ونشرت الصفحة الرسمية ليفربول على تويتر صورة لنتيجة اللقاء وكتبت هزيمة تجعل مباراة الجولة الأخيرة في أنفيلد مصيرية. اما صفحه الفيفا على تويتر فنشرت صوره لميسي وهو بيحتفل بهدفه في شباك اندهوفن كان هدف رائع بصراحه جدا وقال طبعا في دوري الابطال الهدف ده كان في دوري الابطال وبرشلونه قدرت ان هي تفوز بنتيجه 2-1 ليونيل ميسي كتب سجل ليونيل ميسي سجل هدفه رقم 106 في دوري ابطال اوروبا وانفرد بالمركز الاول كافضل هداف لنفس النادي في تاريخ البطوله كان يشارك نفس المركز مع كريستيانو رونالدو اللي جاب 105 هدف مع ريال مدريد ميسي جاب 106 مع برشلونه. كمان نشرت صفحة بليتشر فوتبول على تويتر صورة لميسي ونص وجهه إنسان آلي وكتب لقد عاد ميسي. وكتب النجم الإنجليزي مايكل أوين على تويتر كلمتي هي أن ميسي أحرز هدفا آخر يتحدى أي اعتقاد. وكتب أمريكان لاعب يوفنتوس على تويتر بعد عودته للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة سعيد بالعودة للفريق شكرا لكل الجماهير على دعمهم طوال فترة التعافي. واحتفل توني كروس لاعب ريال مدريد بوصول عدد متابعيه على انستغرام ل 20 مليون متابع وكتب 20 مليون متابع يا له من رقم عظيم شكرا جزيلا على دعمكم الكبير اذا فزنا او لم نفعل ذلك اشعر دائما بانكم معنا سواء في ريال مدريد او منتخب المانيا. واخيرا نشرت صفحه 433 فيديو لاحتفالات لاعبي ترابزون سبور التركي بالفوز الاخير على فنربخشا بالدوري التركي وعلاقه الاتراك ياخذون الاحتفالات لمستوى اخر تعالوا نشوف الفيديو.